السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم العظيم عند الله سبحانه وتعالى، يوم الجمعة. فعن طاقم البرنامج والإنتاج نقدم لكم واحد الشكر الجزيل لجميع متتبعات و متتبعي هذا البرنامج الهادف والنبيل، وكنشكركم كذلك على الاختيار ديالكم لهذا البرنامج كأفضل برنامج في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة اليوتيوب والفيسبوك. فاحنا صراحة هذا الخبر هذا يتلي الصدر، وكيزيدنا إلا حماسة أننا نعطوكم دائما الجديد، وغادي نحاولوا ما استطعنا اننا في حلقه التمغابيت باستراليا ان شاء الله، كما قلنا لكم راه بحله جديده، فغادي نحاولوا عند طلب واحد العدد كبير من المتتبعين ديال هذا البرنامج، طلبوا منا باش نحاولوا نعرفوهم على بعض المدن الاستراليه، وكذلك الثقافه الاستراليه وما جاورها. فاحنا غادي نحاولوا، راه بدينا السلسله وان شاء الله غادي نحاولوا ننشروها لكم في القريب العاجل. وما تنساوش راه واحد الحلقه اللي غتكون ان شاء الله جد 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 متميزه. هذه الحلقه هذه سميناها التحدي الحقيقي، The Real Challenge. هذه الحلقه هذه ان شاء الله اللي غادي نبتها لكم في القريب العاجل، انتظروها، راه غادا تكون ان شاء الله باذن الله هي افضل حلقه ديال السنه، وانا لا يقين انكم غادي تختاروها حلقه السنه. لماذا؟ لان واحد الحلقه ديال واحد التحدي اللي خديته مع الزميل ديالي موسى شيبوب، فقررنا اننا ناخذ واحد التحدي على مستوى عالي، اننا نطلعوا لواحد الجبل اللي هو اكبر جبل بجنوب استراليا، واحد 4900 متر، 4 كيلومتر و900 متر، وليس بالهينه. وباش نخبركم انني كنت مازال في اسبوع النقاهه، لكن خديت هذاك التحدي، بغيت نشوف راسي واش يمكن لي نقدر انني نحقق هذا التحدي هذا، ولله الحمد تحقق وطلعنا الى قمه الجبل. ما غاديش نكثر عليكم فيها، غادي نخليكم حتى ننشرها لكم ان شاء الله واستمتعوا بها. وما تنساوش الاشتراك في هذه القناه هذه، وكاع الاصدقاء ديالكم وكاع الاهالي ديالكم، لان هذا البرنامج هو برنامج عائلي بامتياز، وكذلك واحد الفن اللي ما عندكمش من المغرب اللي كنسميوه فن اعلام القرب. حنا بغينا ننزلوا الاعلام الى الجمهور، وهذا هو الاعلام الحقيقي، الصحافه المستقله الحقيقيه. فانتظرونا وكونوا معنا في الموعد. كان معكم مصطفى الزطاطي الإدريسي من الديار الأسترالية. ما تنسوش الإعجاب وما تنسوش البارتاج، دعما لهذا البرنامج الهادف والنبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تسال ولا تغير عليا مال، غير الظلم والهلال ما شلا ما يتقال، واشوف اسكت ولا تسال ولا تغير عليا مال.
مغربين بين احنا ولا عشان وصلنا على البرنامج زياره ديور كثيره صفقات في كل مكان شوفوا اسكت ولا تسال ولا تقيد عليا مقال غير الظلم ولهنا شلنا ما يبقال شوفوا اسكت ولا تسال ولا تقيد عليا مقال غير الظلم ولهنا شلنا ما يبقال خليتي وراك بالبالة رفحتي ورا بنيتي الريش